البطاقة دوز من مجموعة ديال المراحل، بحال مثلا دابا حاليا في الاخر ديال شهر 12 وكتاخذ صار واحد وتجيب البطاقة ديال اللي كتكون على برا، حنا كنقولوها ديال البحر ديال الخيش، كناخذوها حاليا كدير في السوق 1800 باش كناخذوها وكنزرعوها 1800 الكيلو، وي 18 درهم كنزرعوها، ولكن ما كناخذوش منها واحد عدد، يعني كل فلاح كياخذ واحد عدد اللي غادي واحد النصيب اللي غادي يخملو الموسم الماجي. وكاين الاخوان اللي كيفلحوا هاد الطاطا ديال الخنشة كيعاودوا فيها البيع والشراء، هي باش بنادم ما تسرحهاش بزاف كتقام غاليه، 18 درهم كتاخذها وكتزرعها. المرحله الثانيه هو الغبار. الغبار حاليا دابا الفاياج ميوصل 8000 درهم 7500 درهم الفاياج، وي والفاياج تيغبر لك واحد نص هكتار مثلا كل فلاح والغبار ديالو. بحال في الصيفيه ما كنكونوش كنستعملو بزاف، كان 4000 درهم تقريبا. دابا حيت وقت الحرث وقت الخدمه الغبار كيولي طلب اكثر من العرض، يعني راه كتهبط للسوق، راه كاين سوق ديال الغبار ونتو وجيه باش كيجي واحد عنده الفلوس كيدير الفاياج، اللي ما عندوش مسكين كيبقى يتسنى حتى كي نعم وي هو داير دابا راه بواحد دابا شويه يعني ولا ب 7000 درهم، خلينا نقولوا دابا الفلاح راه 50 ولا 60% راه مغبروا وغايساليو الزريعه ديالهم. المرحله الثانيه هو دابا المرحله ديال الغبار صعيبه شويه، ملي كنتجاوزوها كنجيو للمرحله ديال البطاطا. كيف ما قلت لك ملي كناخذوا البطاطا ديال الخنشه ديال البحر اللي كناخذوا 1800 وكنزرعوها كنكونوا مخملينها في الفريكو، كنخلصوا على عاوتاني الفريكو درهم و20 زائد المصاريف، مصاريف ثاني ديال الغبار ديال البون ديال الدواء، عاد راه المرحله ديال الدواء. الدواء حاليا حنا تنعانيو من الدواء، ما كاينش، هو اصلا ما كاينش الدواء، الدواء مقطوع. الدواء اللي كنسمو اللي خلاهم انا الدواء حنايا جدودنا ولا والدينا هما حنا وعينا في الماده ديال المانكوزيب كنا كنخدموا بها، كانت فعاله مزيان كتحاربنا الميلدو، يعني ملي كتخدم وكداوي البطاطا ديالك وكتمشي كتمشي مرتاح لانك راك انت مداوي. اليوم قطعونا الماده ديال المانكوزيب كانت ارتفعت من 700 حتى 800 درهم كانت كدير الخنشه ديال 25 كيلو، مؤخرا في السنه اللي فاتت وصلت حتى 5000 حتى 500 600 فرنك، يعني 5000 6000 درهم كثار. وهي كانت كدير 80 فرنك ولا كدير ولا كتبقى كدير 400 500 600، ولكن دايره دابا راه ولات يعني ما كاينش، راه كتقلب عليها مثلا ما كايناش. الله يخليك، ان البيع والشراء لان شي خناشي مقبعهم والسوق غادي يرتفع فيدو، وحنا مع ذلك كنتقاتلوا وكان كل واحد وفين كيوصل. الفلاح الاخوان الفلاح اللي تبعوا الدواء الجديد ديال السنه الخريطه راهم تعرضوا لخسائر كبيره، هانتوما شفتوا البطاطا راه تحركات بالميلديو بزاف ديال الامراض، الفلاحه كيف ما قلت لك كيصرفوا مصاريف كثيره وفي الاخر ما كيديوش، راه الفلاح صراحه راه كيعاني، راه غادي في واحد الهاويه، راه خص اعاده النظر في الفلاح الصغير. نقارن الفلاح الصغير مع خسائر كبيره، الناس اللي تفهموا الفلاح الصغير راه كيوقفوا معاه، واللي ما كيفهموش الفلاح الصغير راه غادي تكون واحد الكارثه الله يستر مستقبلا. الفلاح الصغير كيعاني في الصمت ومعاه الخير، لانه تيعيس بزاف ديال الاسر تيعيشوا معاه، حتى كتبوا دابا مخدام انايا البارح خدام، عندي مجموعه من الخدامه عاود اليوم وكذلك، ويعني كامله بالخدام، يعني راه كيف لا يخدم لكم غير الخدام، ومع ذلك كتبقى كتسيب فلوس ديالك والرزق ديالك في الارض وكتبقى كترجع والرجاء من الله عز وجل، حتى شي واحد ما يقدر يعوض لك الا الله عز وجل. اكثر سنوات كنخرجوا خالي الوفاه، اكثر سنوات يعني الغلاء كيكون بعد سنوات، لان كيكون الطلب اكثر من العرض. هلا نبغي نقول لك مثلا بحال السنه اللي فاتت كانت سنه مزيانه، كانوا الناس ديال اللي كيزرعوا المواسم اللي كيزرعوا قبل منا، بحال مثلا المناطق ديال الكالا ديال الحاوز الكوبريه تاهما مساك الله يحسن عرفنا فلاحه كنقدروا بعضياتنا، هادوك جات لهم عام الاول كانت الشتاء وكانت الثلج، ندر لهم الفلاحه ديالهم، ملي در لهم الفلاحه ديالهم ما بقاتش رائجه في السوق. الوقت اللي وجدت عندنا حنا في شهر 3 كان البطاطا قليله في السوق، دارت الثمن كانت مزيان عندك السنوات هما اللي تنفضلو حنايا، ولا دوك غالبا كتبان لك سنه في 10 سنين، السنه اللي قبل منها البطاطا يعني بحال نقولوا حنا مصيبه في الطرقات كلها يدي ليدي كيف ليدي، هذيك في سوق الجمله ما عندنا حنا ما كديرش حتى الثمن، غالبا كدير 6 درهم 6 درهم و50 كنبيعوها للبيع و10 البيع 10 عاوتاني كيزيد على المصاريف ديالو هويا جد
ترونسبور خدامه ترونسبور حماله باش كيدخل هو للسوق، من بعد عاوتاني كيولي يعاود خصو ضروري يربح. مواطن ما نقول واحد القضيه الله يحسن العون الغلاكين، ولكن هذاك المواطن فاش كيمشي هويا للسوق يمشي يشري بطاطا ب 10 دراهم ولا ب 11 درهم ولا ب 9 درهم كتجي غاليه، خصو يعرفها منين كتجي وكيفاش كدير توصل لديك البلاصه، خصو يعرف انت كتشوف بواجهك. انا اللي تنهضر معاك انا في الحسن كنصرف مصاريف كثير وعاد نتسنى نشبرها ولا ما نشبرهاش. حاليا تنعيشو حنايا ازمه مع لوفيس. لوفيس كتسال الفلاح كريدي بزاف، هي دابا كتدخل الارض السيسي، شكون اللي يعتق الفلاح؟ تعتقو البطاطا اللي كيبيع ب 10 دراهم؟ ما تعتقوش البطاطا اللي كيبيع ب 10 دراهم. الا كنا كنبيعو البطاطا دائما بحال هكا ولا الكوكا ولا المسائل اللي تنفلحو حنا كنا نبيعوها مزيان، كنا نكونو مزيان مع نوفيس ومع ريوسنا وكنا نقدرو الشعب. المبيدات اللي رتعبعتو الاساس الاهم في هذا السبب، يعني السبب الرئيسي هو الغازوال. غازوال مصيبة كبيرة. يعني مثلا دابا نقولو كنا هضرنا على الغبار، الغبار السنوات اللي فاتت في كان كيغلى كيوصل 5000 درهم. المشكل فين ولا؟ هو ديك الكاميون اللي كيجيب الغبار مثلا نقولوا حنا من ناظور او من وجده او من بعض المناطق كان كيضرب مثلا 500 درهم ديال المازوط باش يوصل عندنا لهنا، ولا كيضرب مثلا 1200 1300 درهم ديال المازوط زاد عليه المازوط. الخدام اللي كان كيشارجي له الفاياج وكيجي خويا هنا كان يخدم معاه 100 درهم ولا خصو 150 ولا 200 درهم، علاش؟ لان تا هو ارتفع عليه الزيت ما دا. خلاصه القول كلشي على الفلاح، لان داك مول الكاميون المازوط اللي تزاد عليه والخدامه اللي تزادوا عليه. اسمح لي باش نوضح لك هذا الميساج، هذا هو الميساج اللي الاخوان اللي كيشاهدوا هذا الفيديو. الدوله واقفه بالفلاح صغير ماشي بالفلاح كبير. حاليا انا كنزور مع فلاح كبير، شكي فلاح كيف فلاح توتا، واش توتا ياكل الشعب؟ اغلبيه كتصدرها هي فرضا، ما كتصدرش كتبقى في السوق المغربيه. واش انت تاكل توتا تفطر وتغدى وتعشى بها؟ ما يمكنش. الفلاح هو اللي كيزرع الزرع والطحين من الزرع، لان حنا اللي تنزرعوا الزرع، كنزرعوا بطاطا، كنزرعوا جلبانه، كنزرعوا خيز، وكنزرعوا اللفت، كنزرعوا المواد المعيشيه ماشي المواد اللي انتجروا فيها. المواد اللي انتجروا فيها كيزرعوها الفلاحه اللي اصلا هما قادين بها، حنا ما قادينش بها. الكلمه ديالي كنطلبوا من الله عز وجل هو الاول يشوف فينا بعين الرحمه، يغيثنا على قد نفع. والحاجه الثانيه كنطلبوا من الحكومه اعاده النظر في الفلاح الصغير، لان الفلاح الصغير لولا الفلاح الصغير ما غاداش تكون الدوله. والفلاح الصغير تعاني من اهم حاجه هو الدواء، خصنا الدواء ضروري يكون الدواء. والقضيه ديال الغازوال خصهم يديروا اعاده نظر فيها، لان غادا بالشعب في الهلاك.